يبدأ بتعقيم نفسه أولاً، ومن ثم يراجع كل ما موجود بحقيبة العمل ومدى جاهزية أدواته. يرتدي زيه الوقائي ويتهيأ للخروج بواسطة نقل بسيطة. خدمة التوصيل المجاني وفي أمور كثيرة يبقى الأمر فيها طبيعي، لكن الشاب حيدر كسر هذه القاعدة وأصبح معقما مجاني للبيوت والمحال ومن دون أي مردود. يسير هنا وهناك في كل أزقة وشوارع وأسواق قضاء الدغارة في الديوانية ليقوم بمهمة تحفير وتعقيم كل ما يصادفه وحسب خريطة معدة مسبقا بشكل طوعي ومجاني. حيدر الممرض في المركز الصحي في القضاء الذي يسكنه بادر منذ بدأت أول إصابة في العراق إلى تولي مسؤولية نشر ثقافة الوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا، حيث بعد أن ينتهي واجبه التمريضي الوظيفي ليتخذ من نفسه وأدواته خلية تعقيم متنقلة وجوالة ليساعده ويشجعه البعض بالتبرع له بالمواد المستخدمة بالتعقيم، وهو لا يرجو ولا يسعى كما تحدث إلا لتقليل الخطر على ابناء مدينته. وانا اتمنى لو تطيح بيدي كل العراق، كل المحافظات اشترك بها، هاي المدينه البسيطه الفقيره اللي هم اهلنا، قدمت لهم هاي الخدمه، جتني الفكره، قلت جزء من واجبي اللي هو انا ممرض، قلت اقدم عنايه تمريضيه، يعني اخلي الناس تطمن، شنو الفكره اللي اسويها حتى اساعد ناسنا وهن، قلت اعفر، انت من راح تطب للبيت راح تعفر، راح شويه تطمن ابو البيت، يعني البيت ان شاء الله سليم، ما تلوح هاي اكو ناس ما تعرف تعقم بطريقه صحيحه؟ اي والله اكو ناس ما تعرف، انا تعرف اعقم بمنظفات اللي هو قاصر والكلور، اكو ناس الكلور يقتل، يبس الرئتين لا بكثره، لا شامته ولا شيء، وحتى القاصر يدمع العين، واي واحد يخابرني اروح له باي مكان بالليل بالنهار عنده سياره امشي بباسكلي، هذا الباسكلي البسيط اللي هو شوفه الحمد لله نقذنا، انا اسميه اسعاف. طيب بس تنضحي براحتك واستراحتك؟ اي والله انا من انا اروح من انا مثل ما تقول اذي بروح انام، بس شنو اهيس بيها تمره. رافقناه في احدى جولاته حيث اصبح حيدر بقدومه مترتبا احيانا على اتصال هاتفي، مبادره ثمنها اهالي القضاء على مجهود ليس بالهين مطلقا. يجي وتحمر طريق وتعب ويعفر الدور والبيوت، هاي هم اهله، كلهم اهله ذولا، شعب العراق كله اهله يعني. حتى مجرد ان بس تباوع له هو يقوم بالواجب كله. طبعا بس اقول مجرد قلت له كلام ما حد الا البيت اجى وراي راسا. رحلة يومية تعودها حيدر حتى تنتهي المواد المعقمة في خزانه الصغير، وحتى تنطق له دراجته الهوائية بأنها قطعت مسافات طويلة ويكفي ما تم إنجازه لليوم، ليعود بيوم جديد ومهمة لا تخلو من الشعور بالانتماء الحقيقي لبلد معطاء. من الديوانية محمد حسن، قناة التغييرات.